مثل هذه الإجابات عن الأسئلة بالأدلة النبوية تقطع علينا جميعا طريق التنطع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فقبل أن تقول بأن شيئا يجوز أو لا يجوز، لا تقل فعله النبي فقط أو لم يفعله النبي فقط، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما قد لا يكون تشريعا، ومجرد ترك النبي لأمر ما قد لا يكون أيضا تشريعا، وهذا يعلمه العلماء ويجيب عنه الفقهاء. وإذا احترت في مسألة من هذه وتلك فكن كما قال ربنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال في الحديث الآخر: إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذا لم يعلموا. فإذا لم يكن عندك علم فكل الأمر إلى أهل العلم، وكما قال ربنا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل الهدى والرشاد.